فلذا لا بد إخواني أن تكون هناك مسافة مقبولة مفعمة بالاحترام مفعمة بالتقدير، ولا يقبل الطالب أن ترفع الفواصل بينه وبين الأستاذ بمقدار يفقد الأستاذ تأثير على الطالب. وهذا الذي أبين بخدمتكم له آثار سلبية كثيرة. فرق بين بقاء مسافة الحياء والاحترام والتقدير ما بين الأستاذ والطالب حتى يبقى تأثير الأستاذ على الطالب، فالطالب لا يكون في مرحلة المراهقة أو مرحلة المراهقة وعنده حالة من الانفتاح بحيث يتجاوز حدود الأستاذية، لأن بعض الطلبة قد لا يشعر بخطورة ما يقدم عليه.